أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت بقصتنا الغريبة. أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت كذبي بيضة ومش مقصودة. بالحب رسمت الحدودة، كذبي بيضة ومش مقصودة. بالحب رسمت الحدودة، بدموعي كلمة تكتبت. أنا من تفضل يا باشا. شكرا يا رب، شكرا. وهيدا؟ نعم. ما بتتمني زوج لبنتنا حنان؟ ما عم بفهم. أنا عم بقصد صهر لبنتنا حنان. مين؟ جلال بيك. صار حرزين، ملايين، مصانع وشركات.
ما معقول الزمن كيف بيبرم. كان كحتين ما معه فرانك صار ملياردير ورجل اعماله كيف بغمضة عين. ايه ما هيدا بتتمنى سهر هلا ماضي صار في النسيان ومحى. الناس ما عادت تشوف الا جلال بيك ورجل اعمال الناجح. هلا هيدا الحكي ما له معنى. انا ما قطعت الامل. انا بعرف تمرة العروس وبعرف امها. مستحيل جلال بيك ينسجم. هذا الزواج منه مطول. امنيه رح ادى الامنيه. امنيه امنيه بردون. ان شاء الله كل شيء على زواج جلال بيك. منيح بس المهم تكون الالوان ثابته. طبعا طبعا جلال بيك ما اصلا المعمل مشهور بالقماشه اللي ما بتغير لونه. عظيم عظيم يعطيكم العافيه. برا صار جاهز استسجالات. عظيم وصل المحاسي؟ طبعا والتأشيرة موجودة. طيب خذي له اياها وخلي حضر الشيكات وجيبي لي اياهم طبعا. هاي جلال لا تحلم بهيك مدرسة. قولك مستحيل ادخل هيك مدرسة خاصة ومهمة. انت شو بتقول؟ معك حق بس رح ضل احلم. الحلم مش ممنوع. حقيقة هيك مدارس لا خاصة فينا لا خصنا فيها ولا رح يكون لنا فيها مطرح. هي نسرين. جلال ما دخلنا. لا دخلني. هي نسرين بنت نزار بيك صاحب المزرعة اللي بابا نطورة. لو ليه كنا جوعانين وما قلنا مقوى. يلا بيك خلي حفيك مدرسة الأمثالي. مدرسة مهابيل. ايه نعم مدرسة ناس بيك. ولا أخلاق. بنشر معد ولاب السيارة. طيب خلينا ناخذ هالبطل على البيت. خذ راحتك ابو وائل، المهم تلاقي طلبك. الو مدامتي؟ طبعا اعطيني اياها. الو نهلة دلفنتي؟ لاني ما سمعت الصوت الحلو اليوم. شو؟ كيف؟ دايب بكون عندكم. ابو وائل الله يخليك سجل لي طلبيتك هون على الورقه مضطر امشي. يلا عن اذنك. ميرسي دكتور. خير دكتور. طمني. طمن حبيبي. يعني سليمة؟ طمن سليم ان شاء الله. قصة خوف مش اكثر. والله ريحك ريحتني. على كل حال اذا عزت اي شيء رقم تليفوني معك فيك تحكيني ساعة اللي بدك. شكرا. شكرا دكتور. استاذن. شكرا. مع السلامة. ميرسي باي. سلامة. وينها؟ هلا بتجي.
أهلا 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 حبيبي. أهلا 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 يا بابا. الدكتور طمنا. لا تخافي ما فيكي شيء أبدا. إيه بعرف ما فيني شيء، بس الولد الشهمي اللي حمينا هو اللي لازم دكتور يشوفه. كيف؟ لم نعرف اسمه ولا عنوانه. بشرفي وحياتك إذا بعرف اسمه وعنوانه لأبعت له دزين الدكاترة. حبيبتي نسرين، لما سألتي عن اسمه وعائلته وين ساكن؟ ما لحقت يا ماما، اختفى بسرعة. بس بس شو؟ يمكن ما بعرف. يمكن شو؟ أكتر من مرة لمحت واحد بيشبهه، نحن ما نكون بالسيارة وهو على الطريق، كأنه ناطرنا، ناطر سيارتنا أو أو شو؟ أو ناطرنا. ايه فهمت، مش مصدقين يا بنتي. لا بابا ما تكفي، مش معقول ولد ينطرني إلي، أنا بنت سخيفة بنظركم مثل ما بيقولوا الأولاد عني. لا لا يا بنتي لا. يا بابا أنت أحلى وأجمل بنت بالدنيا. ايه مبلا مثل ما عم بلكون وألف مبلا. إذا ما عرفتوا لي شو اسمه مش حسمحكم. طيب كيف بدنا نعرف اسمه وعنوانه نحن؟ يا بابا كيف بدنا نعرف؟ ما لحقنا بعد. بابا شو رأيك حبيبتي نقلك من مدرسة لمدرسة تانية؟ لا ما بدي بابا، مدرسة أرقى وأحسن. ما بدي. طيب ليكي فيكي تعطيني أسماء الأولاد يلي ضالزوا عليكي؟ لشو؟ حتى نعاقبهم. لا بابا حرام. حرام؟ شفتي يا دلال بنتنا قديش قلبها طيب؟ قلبه طيب أكتر من اللزوم. رباح نعم يا باي. يا رباح نسرين قالت كلمة كتير مهمة، قالت كأنها كانت تلمع هذا الصبي اللي دافع عنها ناطركن أو عم بيراقبكن. مزبوط يا باك. الله يرضى عليك. بدي إياك تعمل المستحيل تعرف لي اسمه وعنوانه كمان. بأمرك يا باك. وصدقني وجهه مش غريب عني ابدا، شايفه قبل بمره بس مش عم اتذكر. خي شو حلوه الحريه خي برهوم. يا خوفي مدوم بافضالك يا خي فاتن. افضال كتير خي برهوم. لا بعرف. برهوب هلا بشرفك ما بتحس بفراغ وبضيقة خلق لما تغيب فترة طويلة عن السجن؟ لك حل عم. العمى العمى اللي يعميك، بلكي إذا ربنا عماك هيك بتصير تركز أكتر ومرتاح من مشاكلك. لك شو بك؟ وما عم بصدق أنا، عم بقول العمى بالذوق، العمى بالناس. بعدنا طالعين من الحبس ما في حدا يستقبلنا ولا حدا من أفراد عائلتنا يستقبلنا. عرفتوا؟ إذا ما بناخد حقنا منك كنزار بيك ما منكون ولاد الفتوح. تستاهل تستاهل تعمل هيك مال بنت، بنت مجدوبة. ما تكفي، مو معروف ما تكفي. اي 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 شو شو كيف ست الكلب؟ انت قلتي. هيك هيك مش طالع بايدي شغل. اوكي اوكي يلا مسافة الطريق. الله معك.
الاخبار اللي عم بسمعها صحيحه. يمكن هالشي صار حتى جلال يكون من نصيب بنتنا. تقصد من نصيبك؟ نصيبي نصيبك نصيبها. المهم ما بدي اياها تتورط بعلاقه او زواجي وطيله راسها، وما بدي اسمع اي تعليق. اوكي؟ بعدين غريب انه خبريه الانفصال انتشرت بسرعه، كلها بيحكوا عنا شمتنين. طبعا شماتة، كراهية، حسد، اللي بدك اياه، لانه زلمه مخلص شغيل ونضيف وادم. شو بتقصدي؟ ماشي، سلمت قلبك. وفاء، خلي الغدا يكون جاهز بعد ساعة، جلال بيك صار واصل. جلال بيك وصل ستنا. لحق؟ وينه؟ بجنينة. اوكي. من امتى بتوصل ما بتحكيني؟ ما تلوميني ما تلوميني ماما، بس هالكم يوم من وقت ما رجعت من السفر حاسس اني مش عبعضي ومش قادر ركز على شيء. وصدقيني قصة طلاقي من تمارا مش مضايقتني، بس موجوع من الماضي اللي عم شوفه، وين ما عم روح ووين ما عم كون دايما قدامي. جلال حبيبي، ما فينا ننسى الماضي، برضاي عليك حاج تعذب حالك، فكر ببنتك. نزار ونسرين ما بيرضوا يصير فيك هيك. نزار سلمك أمانة سنين جهده وتعبه بين إيديك، ونسرين ما كانت تدعي لك إلا بالتوفيق والنجاح، وأنا بحاجة لإلك تبقى سندي وفرحتي يلي كل عمرك كنتها. ما تبكي لي قلبي، صار بآخر عمره. طول عمرك يا ست الكل، طول عمرك. ما بقى بدي اياك شارد، خلص. هلا بعد شوي الغدا رح يجهز، وبدي اياك تفوت بغير نفسية. اوكي؟ حاضر. مفهوم؟ حاضر. يلا. عمالك عصبي، عمالك روح على اي جماد. لك جماد، لك اقصف اقصف عمرك. شو مجذوب ولا مجذوب، ولا عم تتدخل لي بمدرسه اولاد اكابر، ولا هاو شو ما عملت معهم ما ببين شي معهم، رايح تنفدغ له كرمال اولاد الاكابر. ها المهم عرفوا شي شو اسمك؟ طبعا لا. عرفت شي؟ لا ما عرفت شي وما بدي اعرف. ولك اسم الله حولك، ولك اسم الله، طلبت منهم شي؟ ما دخلتها كيفوني. والله يخزي العين عنا يا مجذوب، ما وجهك وجفور مثل بيك. لو حتى اللي صار اللي صار مرة تانية رح ارجع اتدخل. شيل ايدك. لو حتى راسي انفضى 100 فضغة. يسلموا ايديك. الغراض من زاربك. لك سلمه. مين المجروح يا ست هدى؟ هيدا المجذوب جلال، اتدخل بخناقه بالمدرسه وجرح حاله، لكان يقول مين ضربه ولا كرمال مين اتدخل. وين موضع الجرح قلتي لي؟ جرح غميق براسه. مفهوم مفهوم. رح اعمل لك فنجان قهوه. غريبه ام جلال، ما بحسها بتحب جلال كثير مع انه ابنها الوحيد. ايه بس بتحس انه سبب مصيبتها. مصيبتها؟ مصيبة شو؟ انه ابنها الوحيد وما قدرت تخلف بعده. ما فهمت. قلتك ايه بلا ما تفهم احسن شيء. شو
إذا ما بقبرها ما بكون أنا فاتح. بس لا ما بدي أقبرها، بدي شرشحها، بدي رميها رمية الكلاب. أنت عن مين عم تحكي؟ عن مين عم بحكي يعني يا برهوم؟ عن مرتي بنت الحرام، بمجرد ما دخلت الحبس أخذت الأولاد ورحت لعند بيت أهلها، هيك قالوا لي الجيران. بسيطة يا سلمى، بسيطة. على شو عم تضحك؟ ما تنيننا حالنا مثل بعض، ما أنت كمان مرتك أخذت ابنك وعائلتك وهربت. الله يسامحك يا بيي. لا، الله لا يسامحه، لأنه هو السبب. رباح بجاك مبتسم، يعني عرفت مين اللي حماني؟ ما لحق يا بابا، شو هيك القصة؟ بده وقت. لا خوجة نزار، نسرين معها حق، الصدفة لعبت دور منيح معي، والولد طلع ابن نجيب وهدى. نجيب وهدى؟ يعني طلع منا وفينا ونحن عم نتحذر؟ فإذا هلا منروح لعندهم ومنقلهم مثل ما وعدتني. أمرك ستنا، يلا تعال. شو أبو جلال؟ ما جاوبتني. يا بي كيف بدي جاوب على طلب ما فهمته؟ لك شو اللي ما فهمته؟ عم يسألك نزار بيك إذا بتحب تنزل على المدينة، هالقد صعب يعني؟ إذا بدك أنا بجاوب عنك. إيه طبعاً، ما كل طلب جاوبه عندك، تفضلي. نزار بيك، ليش حضرتك عندك مزرعة بالمدينة؟ مزرعة؟ لا، ما في مزرعة بالمدينة. يا أم جلال أنا عندي مصنع، بصير يشتغل ناطور مصنع. موافق يا بيك، موافق. وجلال موافق صح جلال؟ بتصير قريب منا ونشوف بعض كل يوم وبتدرسنا. بتصير قريب منا وبتدرسك كل يوم، وأنا بحاسبك عن كل درس بدرسه. شو رأيك؟ رأي أكيد أكيد جلال بيوافق، بس بتعرف يا بيك يعني الغلب المدينة أنت بتعرف، وبعدين ما في بيت. البيت علي، أنا بستأجر بيت وأنا بدفع أجاره. وقريب منا. وقريب منا طبعا. مثل ما بتعرف يعني لازم تحط لنا تليفون بالبيت بس تحط لنا. اكيد اكيد ضروري يكون في تليفون عن جلال، والفاتوره بابا بيدفع. والفاتوره بابا بيدفع. المهم هلا جهزوا لي حالكم، اول شيء رح نفتش لكم عن شقه قريبه منا. وقريبه منا. وما تنسى الفرش يا بيك. طبعا شقه بلا فرش. شو قلتي ام جلال؟ يعني الرأي رأيك يا بيك. رأيي أنا؟ لا، أنتوا أم وأبو للصبي، القرار إلكم. يعني نحن ما عنا مانع إذا كان أنتوا بتوصلوه، وإذا تأخر أنتوا بتردوه. نحن ما عنا مانع أبدا يا بيك. طبعا منوصله ومنرده، بس المهم إذا نسرين إجت لعندكم بالعطلة بتتضايقوا؟ أعوذ بالله يا بيك، معقول إن الضيق؟ اللي عمله جلال بيستاهل مكافأة. خطرت لي فكرة رح تعجبكم كتير. خير يا بيك، شو هي الفكرة؟ بعدين، بعدين بتعرفوا. هلأ صار لازم روح أقرأ موعد الدكتور. يي سلامتك يا بيك. مش أنا، دلال. سلامتك. قالت لي يمكن حكيتك بالموضوع وبعتقد في بدها تاخذ لك موعد لإلك كمان، بس هيدا الحكيم ممتاز. يلا خاطركم. الله معك لا. يا بيك. خاطرك ابو جلال. الله معك يا بيك. الله معك.
شو رأيك أبو جلال؟ مش بطالة. مش بطالة؟ ممتازة ممتازة، ما حلمنا بمثلها. تعال شوف اوضتك. رح انطرك برا. تعال تعال. عجبتك؟ هلا هيدي اوضة جلال. عجبتك تانت؟ اكيد. وفرش انا اخترته، عجبك الفرش؟ لا. الاوضة وفرشها ما عجبوا امك؟ بالعكس، عجبوها كثير واكثر من اللازم. طيب شوفك بكرة. شو هالبيت يا هدى؟ الله رد علينا بسبب جلال. لازم تدعي له بالخير بدل ما تدعي عليه. ايه ان شاء الله. بس ولا كلمة. الله يرضى على جلال ويوفقه. وام جلال يبعث لها الهنا ويخليها. يخليك على النغمة. شو قصتك يا مرض؟ بدل ما تنط وترقص من الفرح قاعده مكشره. ايه صدي لازم نط وارقص من الفرح لانه ابننا ياخد احلى اوضه بالبيت واحلى فرش. ماما اذا عجبتك الاوضه انت وبابا خديها. هيك هذا اللي لازم يصير حبيبي، هيدي الاصول، هيك اوضه لازم تكون للام والبيت. قلت لك خديها. مستحيل مستحيل. ليش مستحيل؟ لك صدقيني اذا عملتيها ليشحتونا مش بس من الشقه ومن الشغل كمان. البنت هي اللي بتفرض اللي بدها اياه، رغبتها هي الاوامر، ورغبتها تكون الغرفه لجلال. وبعد ناقص انا امشي تحت رغبات واوامر بنت مسطوله مجذوبه. لا لا نسرين لا مسطوله ولا مجذوبه. خلاص انت شو بفهمك؟ انا اللي بفهمها. ما بسمح لاي انسان يحكي عنها. ايه ولخراس ولا ولخراس بلا ادب بلا تهزيء. اسمع الله بيسمح لحدا يحكي عنها ولتلاقي تفضل. يا حلوة روقي هيدي نعمة ما تكفري، نعمة من ربنا والسبب جلال والوسيلة هي البنت. ما تغلطي، هيدي شقة ما بيحصل عليها غير ناس مليانين. لك سكوت لك سكوت انت سكوت. هالقد بخوفوا إلك من امبارح تلين هام؟ أكيد. وخطرين؟ خاصة على نزار بيك. حاطين براسهم انه في مصنع من مصانعه بخصهم، بيتهموه انه اخذوا من بيهم سرقه. وانت شو رايك؟ انا شو رايي؟ ولو يا نجيب كانك غريب، ما بتعرف نزار بيك مبادئه واخلاقه؟ نزار بيك حاول كل جهده تيوعي بيهم، حاول ما يعطيه مصاري ويبعده عن البورصات والسفر كل اسبوع لبلد. ما في فايده، صار مدمن مثل ادمان القمار. وضل مصر عن نزار بيك تا يشتري المعمل منه، اشتريه ودفع حقه دبل وبدون فايدة. صرف المصريات بست اشهر، تركته مرته طلقته وتجوزت غيره تما تنفضح وتتشاشح، خاصة بعد ما صار ولاده برهوم وفاتح زعران. كل يوم مشكل بالحي بالمدرسة مع الجيران حتى وصلوا للسرقة. البي مات بظروف غامضة. في ناس بتقول سكتي قلبية، وفي ناس بتقول انه انتحر. وولاده؟ ولاده زبونات حبوسي. وهالمره سمعت انه ناويين يعملوا شيء مع نزار بيك. بدك للصراحه خطرين، وخصوصا اللي اسمه فاتح، قادر يعمل اي شيء. لاول مره بشعر بالخوف عن نزار بيك وعائلته، وبصراحه عابنك جلال. شو دخل جلال بده؟ ولو يا نجيب، كل الناس بتعرف انه نزار بيك بحبه وبخاف عليه كأنه ابنه. كله تقدم كله لقدك. معقولة كل هالأساسي والمعلمات ما استفادت منه بس جلال؟ شفت؟ بجنن أحسن من 100 أستاذ. أنت اللي بتجنن يا بابا حبيبي.
قولك يا نجيب رح يدفعوا له أجار هالدروس لهالصبي ولا مثل المكافأة اللي ما عاد جاب سيرتها؟ ما بعرف، وإياك تغلطي بشي كلمة. ليش إذا طلبت بحق ابني بكون عم بغلط؟ لك اللي دفعوه عنك للدكتور والصور والتقارير بلاوي. بدخيلك كله بدون فايدة. ما تيأسي يا هدى، الدكتور قال بعد في إلك أمل كبير، واللي عند الله مش عند حدا. شوف إذا صرت شاطر يا شاطر. مترين 100% مترين باتيستا. ضب لي هيدي لشوف. شو صاير أشطر مني؟ يلا تعال. بعد كل التعب بالشغل بيطلع لك أزمك على أطيب إكلال. كان على بالي أزمك أنا، بس ما بعرف إذا المصاري اللي معي بكفي لتلاتتنا. لا تحمل هم المصاري، رصيدك عندي صار كبير وحرزان. رصيدي؟ طبعا رصيدك، ما أنت موظف عندي وإلك معاش. نسيت إنه أنت يلي بتروح عند الزبونات، بتجيب طلبيات، بتودي فواتير، بتفرجيهم الأشياء الجديدة. يعني أنت موظف ولك معاش، بس ليك ما بدي هالشي شوش لك تفكيرك. أهم شي هلأ المدرسة. طب إدي رصيدي. رصيدك محرز، بس بعدين بتعرف. بكرة بصير فيك تعزمني كمان نازل نسرين. أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل يوم حملة بحث وتفتيش، ما بتملي يا مرة، ما بتزهقي. اسكت اسكت يا نجيب، أكيد أكيد ابنك عم بجيب مصاري، ما معقول يكون نزار بيك بخيل عليه. يا حرمي جلال ما بيعملها. لك بيعملها ونص، أكيد عم يعطيه مصاري، بس هو عم بخبيهم. يمكن نزار بيك عم بيعلمه يضبهم، مش بس هو، هو ومرته وبنته كمان. بس لو بعرف وين بضب هالمصاري. طيب سألي. سألته شو بعد ما سألته صار سألته مليون مرة. بيطلع فيي بالورق وما بيجاوب وبيمشي منه لقيم. نزار بك نزار بك، عن إذنك كلمة. جلال خليك مع المهندس صلاح. صلاح كفيله شرح عن كل شيء له علاقة بالشغل والمصنع. حاضر استاذ. بدي ضل معك ورفقك. لا انت بتضل هون، انت موظف والموظف يسمع الكلمة. شو القصة؟ بلاد الفتوح. بلاد الفتوح. اي نعم. الله يستر. فعلا الله يستر، جايين والشر بعيونهم. خلقوا والشر بعيونهم، الشر سكنهم وباقي معهم. الله يستر. جلال نسيت شو طلب نزار بك؟ ايه نسيت. انا بفضل ننطر دم اكتر نزار بك. نسرين ما بقى إلا يوصلوا.
حبيبي بيك اتصل وقال ما رح يتأخروا. بس ماما ليه جلال عم يشتغل بعد بكير على الشغل؟ حبيبي جلال عم يشتغل لمصلحته حتى يستفيد، وبعدين جلال شاطر وبيفهم، وبيك عم بكلفه بأشياء نيابة عنه وصار حريص أكتر من بيك. لو كنت بتعرفنا مزبوط ما كنت بتضحك على حكينا. بعرفكن صدقني بعرفكن، ما سيرتكن على كل لسان وصيتكن متلي البلد. طالما بتعرفنا منيح بنصحك ما ترد علينا بمسخرة. فهموا برهوم، فهموا فهموا انه نحن منقدر نسحب له قلبه من مطرحه حتى ما يعود يقدر يضحك. نزار بك نحن بالنهاية ما بدنا غير حقنا. ها؟ اتفقنا. يعني موافق؟ طبعا انا ما باكل حق حدا. شفت يا فاتح؟ شفت؟ ما قلت لك انه نزار بيك انسان ادمي؟ ولك كل اللي بيعرفوه يتعاملوا معه بيشكروا فيه. وهلا نزار بيك شو رايك نعمل؟ ما قلت لك حقكم بيوصلكم. يعني ما في مشكلة، رجعنا مصنعنا. نزار بيك نحن بنعرف يعني انه حضرتك حسنت فيه كثير للمصنع وطورته، بس بذات الوقت كمان نحن بنعرف كثير منيح انه يعني عملت منه ملايين. ولحتى نبين لك حسن نيتنا، نحن بدورنا مستعدين ننسى اللعبة الوسخة اللي لعبتها مع بين المرحوم لحتى استوليت على المصنع. لعبة وسخة؟ ايه قصدك لعبة قمار وسخة. ليك انت وياه عندما ما حكيت عن الحقوق قصدت المحكمة. بتروحوا بتشيلوا دعوة علي وبتتهموني اني استوليت على المصنع تبع ابوكم بالاحتيال، وقدموا الوراق اللي عندكم وانا بقدم الوراق اللي عندي واللي بتثبت اني اشتريت المصنع بضعف ثمنه. انت اللي شجعته على هيدا الشيء، كانت عينيك على المصنع، انت كنت عارف وين عم يصرف المصاري وين عم بتروح. وين عم يصرفها؟ عليكم، عليك وعلى اخوك وعلى بسطكم اللي كنتوا لاحقين للاخر، انتوا تمضوا تشيكات بلا رصيد وهو يدفع لاصحاب التشيكات ويدفع للمحاميه اللي شيلوكم من الحبس. خلاص بكفي بكفي. الله يرحمه يا ما نصحته. يا حمدي لا توزع مصرياتك بين البورصات العالمية والأسهم. ما كان يسمع. مرة باليابان، مرة بنيويورك، مرة بشرق آسيا، مرة بلندن. زبون بكل البورصات العالمية ودائما خسران. أنا ما نصبت عليه. أنا كنت أطمن عليه حتى ساعده ليخلصكم. ما أخذت منه ولا تشيك. كمبيالات إيه، بس تشيك أبدا. وباخر ايامه الله يرحمه ما وصاني الا على المصنع، ما وصاني عليكم انتو ولاده. هاي الحكايه من اولها لاخرها، لا نصب ولا احتيال. الاوراق كلها موجوده عندي والشهود كمان جاهزين. هيدي الاوراق مش رح تنفعك، واذا بدك تضلك مصر هيك رح نحرق المصنع بالوراق اللي فيه وانت بقلبه كمان. حط هيدا الشيء براسك، يا بترجعنا حقنا يا اما نزار بيك شو رايك نبيعك حصتنا بالمصنع؟ قدر حضرتك قديه بيسوى المصنع ونحن بنقبل بالنص، ما هيك يا فاتح؟ اللي بتقوله برهوم، انت الكبير. نزار بيك خليك واعي، يعني نحن بنعرف انه مهما كان المبلغ اللي رح تعطينا اياه ما رح ياثر على رصيدك بالبنك. مزبوط عم تحكي، مزبوط خيي برهوم. بعدين شو هي الكلمة اللي قلتها خيي برهوم؟ ايه خليك واقع، خليك واقع. هيدي الثروة اللي انت جمعتها كلها يعني بعد عمر، المهم لمين؟ لبنتك؟ خليك واقع يا نزار بيك، هالبنت ممكن نحرك اياها. عم تهدد ولا؟ او مرتك، او ممكن نحرمهم اياك. افرض انه نحن استسلمنا وما عملنا شيء، هالثروه كلها اللي مجمعها نهايتها لمين؟ لبنت بينضحك عليها بكلمتين. شو بتقصد له؟ اللي فهمته واللي بتعرفه، بنت مشدوبه. نسرين مش مشدوبه، انتم مستعجلين. مش هقص لسانك، انا رح اقصف عمرك. فاتح شو فاتح؟ شو برهم؟ اشتقتوا للحبوسه ما هيك؟ حلو الاشتياق وجيبه. يلا يلا ماشي.
شهم شجاع. أبضاي، أنت أبضاي يا ابني يا جلال، أنت ابني يا جلال، أنت ابني. قال مع جلال؟ ايه مع جلال. ماما تأخر وخفينة. لا حبيبتي ما تخافي، ها وصلوا. قلت لي وصل بابا. كيفك حبيبتي نسرين؟ منيحة وانت؟ جلال. ايه نزار قل لي شو صار معك؟ نفس شيء، اشكال صغير ومرق. ايه مع بيت الفتوح ما في شيء اسمه اشكال صغير. إلا إيه عرفت وما تسألني من مين وكيف. ما راح اسألك كيف طالما رباح كان موجود. ايه هولي جماعة ما بحبهم وقلبي ما بيطمن لهم، ودايما دايما قلبي ناقصني منهم. نزار دخيل قلبك انا لك، دخيل قلبك، مع انه دايما نقزته بتزبط، بس هالمرة برشين ونخلص منهم. إذا بتنقضى بشوية مصاري مع هيك جماعة زهران بيكون عال، بس المهم ما تدقك شوكة. خايفين علي دلالو؟ خلص نزار بلا مزح، هدول جماعة ما بتطمن لهم، بضل قلبي نقزين منهم. عمرك ستنا. قلت لك بلا مزح. حبيبتي. أساساً أنا ما بحب تدقني شوكة. حتى مع الحرم هالوجه الحلو. كرمال هيك اطمني. شفت شفت ما اشترك لما بتسمع الكلمة. طيب خلص يلا مع السلامة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا مرحبا. شرفت المكتب نزار بيك. كيفك عمو؟ تفضل نزار بيك. استاذ فارس تفضل نفوت بصل الموضوع مباشرة. الموضوع سهل وبسيط. أنا صدقني اتدخلت وقبلت تكون وكيل ولادي مفتوح. كرمالك. كرمالي؟ نزار بيك قضية صغيرة كتير. ولاد الفتوح رح ينحبسوا كرمالها مش اكتر من شهر شهرين. بكرة ما يطلعوا من الحبس ممكن كتير يرجعوا على نفس الحكاية، طلبات تهديدات. معلم بصراحة يمكن ما ينحبسوا ابدا. معقول؟ طبعا انا بحكيك هالشي بصفتي محامي، ومش صعبة ابدا طلعهم براءة. طيب هلا شو المطلوب؟ تتنازل عن الدعوة ضدهم وتسقط الدعوة، وتقول انك منك متأكد لأسباب زيارتهم للمكتب، وانه كان بدهم يزوروك بنية التفاهم. هلا صرت عارف منيح سبب الحكي اللي بيطلع عنك وسبب الصفات اللي بيطلقوها عليك. صفات شو؟ بلا ما احكي احسن. تفضل كفي عرضك الكريم. بسقط الدعوة ومن بعدها ما بيتعرضوا لك ابدا بقى. وشو بيضمن لي هالشي؟ اما تقول لي كلمة شرف؟ ما في شغلي. بند اخير. ايه تفضل. مبلغ من المال تعيشوا مستورين حتى ما يضطروا للابتزاز والتهديدات وكل هالقصص هيدي. هن بيعيشوا مستورين وانت نزار بيك بتعيش مطمئن على مصانعك، اعمالك وسلامتك. شو؟ حقوقنا ولا يفهم بقى ولا نحن ما قلنا حقوق. نزار بيك ما عطانا هذا المبلغ لانه قلنا حقوق، عطانا اياه صدقه، صدقه حتى ما نرجع نشحن او نرجع للزعرنه. انا ما بقدر. ليه اسمع يا مجنون، سيارتك لانه بهالزياره المجنونه هاي اللي كان ممكن تقضي علينا. لولا فارس حبيب واخلاق نزار بيك كنا بقينا بالسجن مش اقل من سنه. كان فينو يركبونا التهمه اللي بدهم اياها ونروح فيها مؤبر. فهم وشغل لي عقلك. شرف
بتمنى انك تصرفوا بوعي. انا رح اضطر اترك المنطقه. شو؟ بدي ابعد شوي عن عيون الناس، بدي ابعد عن العالم، بعدين بدي احاول اكون قريب من ابني زياد. ومرتك؟ الله يسامحها. استغفر الله. برهوم انا رايي ولك عفيني من رايك دخيلك. اسمع لك، انا ما بقبل بهيك مبلغ تافه، وانا بعرف كيف بدي اتصرف. جلال ليش مش أصحاب مع أهلك؟ ما قلت لها شيء، بشرفي ما قلت لها شيء. ناس أصحابنا قالوا لي. لأن ماما ولدتني وما عادت حبلت بعضي. أنا السبب إنه ما عادت خلفت. هيك الدكاترة قالوا لها. ولأن إرادة ربنا فوق كل اعتبار، هلأ رجعت ماما حبلت. بس ما عادت حسستني بحبها إلي. بالعكس صرت أشعر إنه صرت تكرهني أكثر. لا يا جلال، الأم ما بتكره. بلا طنط، إذا مثلك أكيد ما بتكره. بس إذا مثلها هيدا كله وارد، مع إنه أنا بحبها. من هلا صرت حب خيي وأختي اللي رح يخلقوا. جلال، الله يخليك لأهلك ويخليك لإلنا كمان. أنا رايح أم العيلة. لا لا لا، بعد عني عم أهلك. الدكتور قال لك تنتبه كثير، وضع حساس، ضربة قوية أو وقعة أو تعب ممكن تروح بسببهم. ما رح تتعب يا ماما، رح كون حدك وما رح أخيب عنك مثل الأول. جلال، رح نأمن لها مرة لحتى تخدمها. هيك بيكون أحسن، لأنه أنت يمكن ممكن نقوم بحركة مش مقصودة وبدون انتباه وبتعرف يعني. فهمت. رح أبقى معك وبعيد عنك حتى لبي طلباتك، وبس تجي المرة أنا بروح. هيك أحسن شيء. يا ترى أخ ولا أخت؟ لو بتشيل إيدك شو ما بعت لنا ربنا منيح. هدى ما بدي. هيدا أطيب إكلير بيكله. وأنا كمان. أنا لأن عم بكلها معك، وأنت ليه؟ لنفس السبب؟ صح، وكمان لأن هي أول مرة بقدر أقدم لكم شيء أنا دافع حقه. إيه، أنت مقدم لي كتير، ما ضروري تحسب بس اللي مدفوع حقه. قد ما قدمت ما بقدر كفيكم. إيه، وأنا كمان، بس رح أقدم لك شيء كتير حلو قبل ما يوصل رباح ونرجع على البيت. هدي جلال.
ليه؟